عايزاه يبقى حنين وعايزاه يبقى راجل وعايزاه يشغل دماغه، لازم يعافر. اهم حاجه يبقوا مؤمنه في اللي هم بيعملوه، يعاملوا الناس باحترام بادب. نفسي يعمل حاجه هو بيحبها وهو عايز يعملها، مش حد فرضها عليه. عايزاهم يبقوا مبسوطين في حياتهم في اي حاجه هم بيعملوها. عايزه اطلع مهندس توب ستار عشان بحب الميوزك قوي. هكون فوق القمر. انا كنت عايزه العب كوره. دكتور امريكا. هكون سوبرمان. مش عارف. مش عارف، مش عارف. فكرت وحاولت ما افكرش قوي. بخاف قلبه يقسى عليا. ينسونا، انه ينسوني انا وباباهم، ان هم ينسونا، هي دي الحاجه اللي هتضايقني قوي. انا هفضل في بيتي لغايه لما اكبر، افضل في بيتي تاني. انا بحب بيتي قريب من مامي. شكلها هيكون عجوزه. هتبقى شكلها مامي بس. وهعمل لها حاجات كويسة عشان هتكون تعبانة قوي. وهسوق لها العربية واخلي بالي منها. هصلح لها التكييف، هصلح لها الساعة، انا وديها شغلها. هكلم مامي كل يوم في التليفون. هكلم مامي 10 مرات.